اسعد الله صباحكم ومساءكم اينما كنتم. معكم ابراهيم ادريس عبر سلام ميديا ونافذه آدال في رحله مع المناضل الاستاذ عبد الله سليمان الذي عبر بنا في رحله في الذاكره الاريتريه حيث الزمان والمكان وما بينهما. الاستاذ عبد الله وقف عند تجربته في القيادة السورية في قسم الجهاز التنظيمي الذي كان يرأسه الأستاذ محمود محمد صالح وشرح لنا تجربة التي أهم نقاطها كانت بروز تناقضات المناطق وصراع النفوذ وتباين مستويات السلطة والمسؤولية بين اللجنة لجنة القيادة السورية وقيادات آه المناطق الخمسه في اريتريا التي احدى معالمها كانت آه نفوذ قوي توسع دائره سلطتهم لكن مع وجود مشاكل حقيقيه قد تؤثر على مسار الاستاذ آه عبد الله سليمان آه استاذ عبد الله مشكورا آه نقلتنا الى مرحله آه جديده ومرحله دقيقه وانت ليس بالمشاهد الان انت الان في قمه جهاز تنظيمي له علاقه بين مستويات متعددة من السلطة السياسية والعسكرية واللوجستيكية ماذا كان دورك؟ آه ما كيف واجهتم هذه القضايا؟ تلك التناقضات التي تحدث عليها ما كان فيها دورك ودور الآخرين آه في قبولها في رفضها في مواجهتها تفضل أستاذ عبد الله آه طبعا آه باختصار نقول التجربة أيوة. على المناطق العسكرية آه يعني آه أدى الدورة أدت لكن دورة. إيه؟ زي ما يقولوا بقت أكبر مننا بعدين أكبر مننا أيوه, أيوة. يعني بقت أكبر مننا يعني كانت تحتاج إيه؟ معناها كانت تحتاج آه تطوير وإعادة نظر و... وحتى تخطيط خريطة جديدة كمان يعني. وين القيادة؟ ما تراك لانه الموضوع ده مما بدا يعني يعني ما اقول ما كان في اهتمام أيوة. القياده السوريه او أيوة. من المجلس الاعلى لكن انت قلت يعني نقطه مهمه جدا أيوة. القضايا كبرت على مستوى ما أنت ما قادرين تتحكموا في ادارتها او المجموعه اللي انت كنت معاها أيوة. ايوه فايه اللي... وحتى حجم النضال في الداخل كبر كبر يعني بدا ما, ما يعني بقى اكبر من مثلا الرياض الثوري واكبر مننا وأكبر ايوه شفت فبقى يفرز سلبيات يعني ايوه مثلا كانوا كان في خلافات في الحدود ايوه شفت كيف؟ مناطق عسكريه دخلها بسيط بسيط اللي, بسيط. اللي كانت حصل عليه من الجماهير وكذا و... عسكريه غنيه ايوه شفت؟ يا المنطقة يا يعني موارد عندها الجنود أيوة الجنود بعدين برضو يعني يعني, يعني الصراع على النفوس في داخل كل منطقة واضح أيوة ويعني وصل حد أنه يعني يعني يتكلموا به يعني ايوه عشان ايوه <applause> يعني في كسله ايوه ذاته يعني تحصل اجتماعات كانت م. مثلا نقول جايين من المنطقه الرابعه ولا م. من المنطقه الثالثه ولا كده وهم ناس كلهم مسؤولين وكلهم في منطقه واحده ايوه لكن يجوا عشان يقنعوا أنصارهم هل ده ما كان يعرف بحركه الجنود الصراعات الموجوده في آه كسلة تفجر المواقف آه وجود آه آه توجهات تيارات سياسية جديدة بتحاول تنادي بالتغيير لا لا ده كله ما حصل كان لحد الوقت ده أيوة بس الناس ما دي المقدمة أيوة الناس متابعة أيوة إن الوضع بدأ يمشي من أسوأ لأسوأ أيوة كيف؟ سؤالي كان محدد إيش كان دوركم لتغييره والله نحن طبعا آه مناقشات عملنا يعني طيب شفت كيف؟ أيوة قعدنا نقعد طبعا احنا انتم مين؟ شباب يعني ايوه عندي في الاسماء يمكن لا لا شباب أيوة. انت قلت أيوة. شباب معناها جيل ايوه جيل جديد ايوه نقعد وطبعا الصوره يعني ما ما تسعد يعني اللي قاعدين نشوفها قدامنا متفق عليه متفق عليه و ف ادوات التغيير كانت ايوه وبعدين في النهايه قعدنا م. افراد يعني ايوه اولا النقاش كان واسع مع كثيرين يعني ايوه نعمل يعني يا. الوضع ده م. الوضع ده حيوصلنا وين؟ م. معناها آه أم عبدالله عبد عشان نركز شويه في الحته دي ايوه هل نز... في قوة منظمه بدات تتوظف في الحته دي؟ في الحوارات دي؟ بتت... لا لا ما في قوة منظمه ايوه كافراد يعني طيب م. وصلتوا لشنو؟ وصلنا قلنا نعمل ااا آه يعني نعالج الموضوع ده كيف نواجهه عشان اساعدك ايوه اذكر لي بعض الاسماء اللي كنت تحتفل بها والله مثلا الشهيد المرحوم سعيد صابر سعيد صابر نقابي ايوه عبد القادر رمضان شهيد عبد القادر رمضان أيوة شهيد عبد القادر العسكرية. رمضان أيوة. آه شهيد حسن باشميل تجربه المناضل محمود ابراهيم ود الناظر كادر محمد صالح قلبوب خاتم مقدم معسكر الاخ حسين, حسين حامد حسين حامد حسين انا ايوه حسين من يعني أيوة. من الشخصيات المتقدة في ايوه وعية. جدا جدا موارد. ناقد وكاتب مم. هو والمتقد. في جماعه من المنطقه الثانيه برضه ايوه دي من المنطقه الاولى والثانيه ايوه ايوه, أيوة. و... و... والناس الموجودين في الجهاز في... بتاع في, في جهاز اللي... أيوة. ال... ايوه مين أيوة. من اهمهم أيوة. الشخصيات اللي كانت تتعامل معاكم؟ والله يعني من المنطقه الثانيه في حتى من المنطقه الثالثه ايوه اسماء في ناس امير اسمه ايوه شهيد امير محمد سعيد شهيد أيوة. امير ايوه ايوه نعم ايوه فالمهم آه كانت تدور مناقشات بعدين طرح السؤال مم. هو مم. طيب آه يعني الوسائل شنو عشان ده هو الجوهر يعني. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ايوه الوسائل ايه ايوه لانه يعني في والله قلنا نحن دلوقتي المساله م. يعني مش انه نكشف ونقول مناطق عسكريه دي ما نافعه و القياده ما... مش كده قلنا نحن نركز في نقطتين من. نقطتين ايوه تفضل النقطة الواحدة هي طبعا كل منطقة عندها كادر لا النقطة الأولى كان في أيوه النقطة الأولى م. ناس الميدان نخليهم نقربهم في بعض يتحاوروا المناطق المناطق أوكي. مش المناطق كأفراد يقلبوا الجولة أفراد أوكي لل... أيوة. أيوه لأن أيوة. الكوادر أيوة. عندهم قدرات وعندهم تصميم حددوا أنه يجب ان يكون في قوة تحاول توجيه حوار ايوه بين الناس اللي يهمها السؤال الاساسي ايوه تمام أيوة. ونحن م. لازم نساعد نقربهم في بعض طيب بأدواتكم لا نغر أيوة. ما هو حسب الحوار ده دايرينه ليه؟ ايوه لانه حددنا اثنين ثلاثة هد... اهداف حددنا انت قلت لي في الاول اثنين هد... اثنين هم الاساسيين ايوه الاساسيين ايوه اللي هو توحيد جيش التحرير دلوقتي دخلنا في الموضوع ايوه ايوه وتكوين قيادة واحدة. تكوين قيادة واحدة. أيوة. أيوة. وعقد المؤتمر خلال سنة بعد توحيد الجيش وتكوين القيادة. الكلام بس سنه كم؟ سنة 68 أيوة. أيوة. نرجع تاني. أيوة. يديد. توحيد. توحيد. أيوة. والمؤتمر الوطني؟ لا في قبلها واحدة كان. والقياده قياده واحده قياده واحده ايوه ايوه ثلاثه والمؤتمر الوطني دي هم الثلاث الشعب الاساسيه لحركه التغيير أيوة اللي انتم اتفقتوا عليها كمجاميع وهؤلاء المجاميع يعني شباب أيوة وموجودين من اكثر من أيوة منطقه بدون تحديد دي يعني من اجل توحيد هذه ده كمقدمه ل حددتوا المطالب أيوة طيب فقلنا نركز في توحيد الجيش ايوه وتكوين قياده موحده لهم ايوه و... لا عيدنا الكلام كده أيوة. طيب تلتقوا وين كنتوا لا ما ما في الكادر ما كان عسكريين كانوا يجوا يعني موجودين في كسل اي في كسل أيوة. تلتقوا فيه ايوه وفي... في والله الالتقاء يعني اللجنه الفرعيه ايوه صاحب قهوة النجيل اللي هو رئيس اللجنة أيوة اللي هو عليه أيوة أيوة برلمان تكلمنا معاه أيوة فخلى المكتب يعني أوكي أيوة. هم يجتمع يوم الجمعة بس أيوة أنتوا بدأت تجتمعوا برا أيوة نحن نجتمع هناك ده كله في شكل ما هناك بس يعني هل ده سري كان؟ ياه؟ شغل الشغل ده سري؟ سري كان كان طابع سري أيوة سري ده مهم جدا الدولية. أيوة لأنه أيوة. لو ط... هي المشكلة وين؟ أيوة يعني أنت قبل ما تخلق أرضية أيوه تعلن أنه عندك هدف زي ده؟ لا <applause> شفتها؟ أيوه وتبدأ مثلا يعني في تنصرف في حاجات ثانية أيوه خلاص ولازم م. تتهدم ولازم لا لا لازم تهيئ أنت أول م. تخلق أرضية للهدف اللي دايره ده طيب ده لازم يكون سري لأنه يعني الوقت ده يعني آه النقطة اللي نحن كنا عاوزينها هي انه نحن ذاتنا الناس نتحاور نقول انا حوقفك هنا ايوه أه النقطتين أه أيوة. كيف نقدر حوقفك هنا لسبب بسيط جدا أيوة. احنا قاعدين نتكلم عن جديدة. مرحله جديده مرحلة سماتها التغيير م. والتغيير ده من أجل مطالب محددة م. أهمها توحيد القوة العسكرية في إريتريا اثنين إيجاد قيادة ثلاثة الوصول لي مؤتمر شامل يعالج كل ازمه الثوره لانك انت قلت الثوره بدات قضاياها تكبر مم. من حجم الشكل التنظيم ايوه معناه التنظيم هنا استشاخ إيه. وكان لازم يجي, يجي روح جديده بالضبط. ده كنا نقول. سموها شنو الناس في المرحله التاريخيه انا معلش يا عم عبد الله قاعد قاطعك لسان بسيط مم. لان الكلام ده عايز كتاب لكن احنا هسه في جلسه بتاعت حوار فعايزين نوصل للمشاهد أيوة بس عشان نختصرها قلنا أيوة. طيب نسميها ايه قلنا أيوة. جبهه جبهه اصلاح آه جبهة التحرير جبهة إصلاح جبهة التحرير ما زي ما كنا نسمع حركة إصلاح لا لا غيرناها بعدين حركة أيوة. إصلاح ايوه بدأت جبهة إصلاح ايوه فبعض أيوة. الناس قالوا يعني جبهة في داخل جبهة ولا ايوه وكده لما جاء ايوه قلنا اسم أفضل حركة إصلاح ايوه ايوه عملناه في محل. في وثيقة كتبت في اللحظة دي؟ ايوه في وثيقه من 21 نقطة كمان من 21 نقطة ايوه كتبتوها المجموعة تفاصيل ايوه خلفيات انا عايز بس الملخص بتاعها ايوه والله هي بس يعني انه يكون في الملخص بتاعها ما نعمل المؤتمر العسكري والمؤتمر الوطني ايوه الجماهير يمثلوا فيه ده مطلب جديد انت الثورة عايزين الجماهير تشارك في الثورة ايوه ده ضمن ال21 نقطة ايوه وتاني آه يختار يختاروا ممثلين يشاركوا والثانية أيوة ننتخب القيادة ديمقراطيا ايوه تمام ايوه والثالثة انه آه ندرس البرنامج أيوة السياسي اللي قامت عليه الجبهة ايوه سنة ستين ايوه ايوه يعني وندخل فيه يعني بعد ثمانية سنوات من بداية الثورة وإتساحها ودائرتها بقت اكبر والعدو بدا يكبر وبدات تظهر يعني عنفوان مضاد من قبل الحكومه الاثيوبيه وما معركة المعارك اللي تمت اللي تمت في الداش الا خير في بركه الا خير دليل لذلك فانتم حسب منتفضين نحو تغيير مطالبه اقصاه هو مؤتمر وطني شامل وتشارك فيه الجماهير مع الجيش طيب دي اسمها من جبهة الإصلاح إلى عملتها إلى حركة الإصلاح لأنه ما ممكن جبهة داخل جبهة ننتهي في الحتة دي طيب أهم التحديات الواجهة دي طبعاً للقيادة. بصراحة طبعاً العمل كان سري أيوة وبعدين كانوا مشاركين فيه ناس كتال يعني دي مواضحة أيوة, أيوة. فالمهم تحديات أيوة المهم يعني من تعرف أيوة ما داير ادخل في التفاصيل ايوه لما نتعرف طوال عقدوا اجتماع مين عقد اجتماع؟ القياده السوريه القياده السوريه اجتماع اول رد فعل ايوه ايوه اجتماع طارئ يعني ايوه بشانكم ايوه وقالوا نحن لقينا وثيقه وكانت واحد بيان وكده وصل ل البيان توزع كان؟ لا 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 ده بيان يعني واحد معانا ايوه و اديناه نسخة ايوه فالنسخة مشى سلمها لواحد للقيادة لواحد قائد منطقة والقائد المنطقة شاله وجابه في القيادة السعودية ايوه وطول عملوا اجتماع ايوه المهم في الاجتماع المنطقة جاتو يعني منطقة امم قالوا معلش يعني معلش اوكي ايوه اوكي يعني قصدي يعني ايوه ناي. ف يعني عملوا اجتماع وانزعجوا من ال... من الموضوع من ده, ده أيوة. و انزعجوا انزعاج كبير وبعدين كده رفعوا الجلسه اليوم الثاني يناقشوا اجتمعوا كلهم يعني اعضاء القياده السورية كلهم موجودين دي, ما دي. ايوه كلهم موجودين وناقشوا الموضوع وكده فكان في يعني انا ما اقول يعني هم كان قصدهم بطال ولا كده لكن يعني كده ما قدروا يستوعبوا المساله دي يعني آه أيوة يعني ده تحول أيوة جذري أيوة وتاريخي أيوة في مسار بتاع ثوره كامله أيوة وتحول من القاعده للقمه يعني ايوه انتوا قاعدين تطالبوا بشعار مهم جدا اللي هو عبد مؤتمر وطني شامل للثوره الاريتريه تشارك فيه الجماهير وتعالج فيه اكثر اهم القضايا اللي كانت موجوده أيوة اللي هي التنظيم وكيف ان التنظيم يكون بقدر التحديات الموجوده ايوه ولقوا كمان الوثيقه ذاتها ايوه اللي قلت لك 21 نقطه ايوه وبعدين بعض الإخوة الحقيقة في القيادة السورية أثناء النقاش والاحتدام أيوة ورسلوا للمجلس أعلى كمان أيوة تقرير وكده طيب هنا شفنا الحشد بتاعكم التنظيم البيان السياسي تسريب المعلومة للقيادة وصلت للقيادة والقيادة أصبحت مستنفرة من هذه المطالب ال21 نحن نتكلم عن القياده اللي هي قياده اللجنه الثوريه ماذا حصل وما هي ردود افعال موقفكم داخل هذه اللجنه اللي حدث نوقش بغضب وكل حاجه ورفعت الجلسه واليوم الثاني في بعض الاخوه في القياده السورية هدوا الموقف و ووضحوا يعني قالوا ما ده البرنامج بتاعهم يعني يعني يقولوا توحيد جيش التحرير مش مشروع وعقد وقياده موحده قياده واحده موحد. أيوة. ندخل المؤتمر ايوه ها. وننتخب ايوه ديمقراطيا والجماهير يشتركوا يعني كلام ده يعني ما ما اظن يوصلنا درجه وكذا قالوا تكلموا ايجابيات ايجابيات أيوة هذه أيوة. النقاط الواحده ايوه وهم أيوة. أيوة. اعضاء فاعلين يعني ممكن نعرف اسماء والله فيهم محمد محمد علي عيسى محمد احمد علي عيسى ايوه ايوه محمد محمد احمد علي عيسى اوكي هو اللي هو رئيس المخابرات في في القياده السورية مسؤول الامن ايوه مسؤول الامن والزين ياسين المناضل الزين ياسين ايوه ايوه وايضا المناضل عمر حاج ادريس المناضل عمر حاج ادريس ايوه, أيوه. برضو صالح دوك كده يعني كان يعني معاهم هل... ايوه يعني أيوة. دي ديل المهم ايوه وانتهى الموضوع حاسه نحن زمان مركزين على الجيش كنا بس ايوه حسنا لما اتكشف ايوه عشان ما تكون في بلبله في الجماهير ايوه بقينا نجتمع بالجماهير نحن من اول كنا حريصين كنت في سبيل. على اساس انه ما تحصل بلبله ايوه فعملنا اجتماعات ما انت اصلا توحيد قلنا نقول لهم المساله ما دايره استنفار ولا واحد يعني يجمد اشتراكاته مم. ولا يقول يا اخي ذاته ما عارفين احنا الوضع ماشي كيف لا 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 يوم. ما تقول الكلام ايوه المطالب دي واضحه أيوة. انه نحن كان عندنا خمسه مناطق عسكريه ايوه المناضلين الابطال كانوا فيها وادوا دورهم تمام ادوا دورهم ووصلنا مرحله الان لازم نجدد ايوه لانه جات مشاكل ثانيه ايوه والمساله بقت كبيره ذاته ايوه اكبر من القيادات حقيقه ده صحيح واكبر من الثوره ذاته والتنظيم زي زمان ايوه واصلوا اجتماعاتكم ادفعوا اشتراكاتكم تمام وانتظروا انتظروا لغايه ايوه المسائل دي ايوه في ناس الميدان كمان قايمين بواجبهم محا... حتى تتم ال... باعتبار انكم انتم اوريدي حساء عندكم بعض الناس أيوة. في المناطق أيوة. ما عدا ذلك ما يعني حاجات تانية نحن افتكر ما ضروري نتكلم عنها لانه يعني ممكن أيوة. في بحث ممكن في بحث حد يخصص أيوة. فيه تفضل أيوة. أيوة. ايوه وواصلنا بي... انا ما عايز اطبق عليك أيوة. قول اللي عايز تقوله بس فقط ايوه, أيوة. وصلنا بنفس هذا الشكل ايوه وما وبعدين جونا الجماعه ذات المفاوضين السياسيين اللي درسوا في الصين ايوه ليلى كمان التقينا معاهم واحد واحد يعني. دقيقة واحدة دقيقة واحدة انتوا وانتوا بتطالبوا هذه المسائل م. التنظيم تنظيم واحد م. القيادة قيادة واحدة ممثله في المجلس الاعلى والقياده الثوريه ورؤساء المناطق والمناطق نفسها الخمسه مم. ده هو الارضيه اللي انتم تشتغلوا عليها أيوة. ما في انشقاقات بدات ما في يعني آه انشطار راسي في تنظيمات في, في, في الواقع السياسي أيوة. ده. طيب في هذه المرحله لقيتوا بعض الناس في داخل اللجنه القياده الثوريه من يتفهمكم أيوة. دلوقتي بتتكلم عن خمسه مندوبين سياسيين جايين من الصين م. مين هم؟ اللي هم رمضان محمد نور الله يرحمه وسياسة فورقي أوجود. وأحمد آدم عمر لا. أحمد آدم أمم عمر الله يرحمه أحمد رحمة الله عليه أيوه. و أحمد إبراهيم آه... أحمد إبراهيم أيوه رمضان أيوه أيوه أحمد, أحمد, أحمد إبراهيم سكرتير الله ايوه احمد سكرتير والشكيني ومحمود شكيني محمود شكيني ايوه ديل هم هؤلاء أيوة. هم الخمسه ايوه ديل جو عشان يكونوا مفوضين سياسيين في المناطق الخمسه في المناطق ايوه جميل التقيتوا بمين فيهم؟ جو خلاص من الصين جو التقينا أيوة. بكلهم الا برمضان يعني ايوه السبب؟ وقعدنا معاهم ايوه وقلنا لهم يعني الوضع بتاع المناطق مين اللي التقيته انتم؟ كنت مين؟ اه عبد القادر رمضان عبدالجادر مرات عبدالجادر. كمان ايوه كنا نتغير وكده ايوه عبد القادر اول مع اسياس عبد القادر رمضان م. وانا وسعيد باداود داوود واظن الشهيد حسين باشمي ايوه 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 قعدنا وريناهم المساله شايف يعني ال مشاكل كثيرة سواء كانت أيوة. قبلية لا أيوة. ما أيوة. أيوة. فأنتو أيوة مندوبين سياسيين أنتو الموجودين في الميدان أيوة أخذت دورات عسكرية وقاتلتوا ونادلتوا أيوة. 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 أيوة يعني أضغطوا بحيث أنه في, في المشاريع التي تتم لازم الجيش يتوحد طيب أسياس آه قال إيه؟ في والله أسياس أه أستمع لينا بس أستمع ايوه ده استمع, ده استمع علينا أه 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 و ما يعني أه لا لا بس هز راسه كده ايوه يعني انا ما نحن ما عبد القادر تكلم اول عبد القادر رمضان وكل حاجه بعدين حسن باشا تكلم نحن مطلب بسيط ولا إيه ايوه يعني الا اذا كان في مشروع لهدم الثوره دي, دي شيء ثاني لكن الموضوع بسيط هو توحيد المناظر ايوه خروج من المشاكل وقياده واحده مؤتمر وطني وكيلا. استمع لكم استمع و آه... شكيني ما التقيت به؟ لا شكينا التقينا به طيب قال ايه شكيني؟ بس... لا شكيني وافق وافق ايوه قال ايه وافق؟ لا قال لأ برنامج ب... يعني دي دي الخطوات قال لانقاذ الوضع ده احمد ابراهيم م. احمد ابراهيم نفس الشيء كمان قال نفس الحكايه ايوه رمضان ما ما التقيتوا رمضان لا ايوه آه ما التقينا به مش ما انه ما دايرين كنا لا لا ما, ما التقيتوا فيه يعني. الخامس مين كان؟ احمد احمد حمد عمر ايوه احمد احمد عبد عمر ايوه ايوه التقينا به هو ذاته قال لي انا سمعتها وعارف طبعا ايوه يعني عثمان عجيب كان معانا اوكي ايوه ايوه شهيد عثمان عجيب ايوه عثمان بلغه يعني ولا؟ ايوه بلغوا, أيوة. بلغوا, أيوة, بلغوا أيوة. ايوه اوكي ايوه طيب هسه المندوبين السياسيين اللي هم مؤهلين بتدريب سياسي م. وعسكري وفكري <applause> ويساري تحديدا م. ديل استمعوا اليكم والتجربه بعد وصلت وين؟ ما في ناس في داخل القياده السورية بدات تتنبه لدوركم ده هل هنا في محاوله للوصول ليكم انتم من القياده الثوريه؟ التجربه بتاعت حد اتصل بيكم او محاوله تجنيدكم لانه كان في نفس اللحظه في عمل سياسي اخر موجود في داخل الجبهه. والله ما مساله انه لا اقرب الصوره انا أيوة كان في مشروع بتاع حزب موجود في داخل جبهه اريتريه ايوه ايوه في المرحله دي ايوه ده كان دور شنو؟ والله نحن ما كنا ما كان عندنا علم بالحزب ده ايوه ما كان عندنا علم اول حاجه اسمه ايه الحزب؟ أه حزب العمل الديمقراطي والله انا حزب العمل اللي كنت اقول لك في في الديمقراطي ايوه حزب العمل باختصار أيوة. المهم نادوني يعني ايوه نادوك انت ايوه طيب. لما مشيت آه لقيت آه مين ذاك؟ آه من جالك ما هم كلهم الربع اللي قاعدين لا مين لك واحد آه أحمد 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 محمد احمد عمر قلت لي احمد عمر يحيى محمد عمر يحيى ايوه ايوه وجيت و قعدت طبعا ناس مناضلين يعني عايزين نكسب الوقت عايزين نكسب الوقت ايوه المهم قالوا لي والله نحن يعني آه بدانا تاسيس بحزب. حزب حزب اوكي ايوه أحيانا. وعملنا وعملنا هناك يعني زي ما تقول لاحق آه بمعنى. ايوه لا تحليل ذاته للوضع تحليل للوضع ايوه وكده ايوه زي ما انتم عملتوا تحليل ايوه عملت. عملنا تحليل يعني مم. تحليل البعيد أيوة. يعني مش حل المشاكل وكده أيوة. لكن و فيه كمان هسه يعني عشان تكون معانا في الحزب يعني انا طوال وافقت واختصار. هنا اوقفك التنظيم ده عنده تنظيم فكري عنده رؤيه سياسيه ماذا بعدين حنعرفه هسه نحن التقيته هاي التقينا في قهوه طب مين مين التقيته بيهم؟ احمد محمد علي عيسى ايوه آيه عرفنا هو السكرتير عرفت سكرتير الحزب آيه ايوه والزين ياسين زين ياسين وصالح ياي صالح ياي ومحمد عمر يحيى محمد عمر يحيى أيوة. الاربعه أيوة. التقوا بكم التقوا أيوة. بك شخصيا ايوه ايوه وقدموا لك مشروعهم مم. انه عندهم برنامج سياسي وطلبوا منك أدنى. وانت وافقت وافقت أيوة. طيب بهذا آه نقدر نستوعب استاذ عبدالله بانك انتقلت من مرحله انك تكون كادر الى كادر سياسي منظم مع مجموعه من اصدقائك وزملائك آه اللي كانوا متنوعين من النسيج الاجتماعي الإريتري إلى أن وصلت أنهم تكونوا حاجة اسمها جبهة الإصلاح وغيرتوها بعدين إلى حركة الإصلاح وبعد هذه المرحلة قدت أنتم التحدي بعد ما تسرب بيان بيانكم وتعرف من القيادة السورية وتمت مواجهة ولقى قبول من بعض القيادات في داخل وانتم عشان الجماهير ما تنفصل من هذا التيار اللي اتصلت بالجماهير وبلغتهم انه الثوره مستمره وما تم هو فقط محاوله لدعم اصلاح هذا التنظيم وليس هدمه وعليه جاءت القياده الجديده اللي هي حركه يساريه جديده اسمها حزب العمل اتصلوا بك شخصيا وحاولوا يوروك برنامجهم وعليه انت قبلت القبول ان تكون عضو بدعوتهم في هذا التنظيم هذه مرحلة تحول جذري في داخل بنية تنظيم جبهة تحرير في داخل الصراع السياسي محاولة إلى رأب الصدع ووصول إلى مرحلة جديدة بهذه الفقرة يعني نحاول ننتظر إلى الحلقة الأخرى التي سنرى فيها ما هي أشكال التغيير والتحديات التي تمت وكيف تم قبولها أو رفضها من قوة سياسية في المرحلة القادمة ولكم جزيل الشكر آه آه إلى لقاء آخر الوحدة بين المنطقة الخامسة والثالثة والرابعة فبقت المنطقتين لا مؤتمر آه أدوبحة أي. يعني وصلناه آه قبل الوحدة الثلاثية أصلا الحزب ده عمل يعمل للجبهة العريضة يعني مش لنفسه مش كل الكوادر اللي شاركت لأن المؤتمر طابعه عسكري هو اليوم المسألة مش أنا قاعد أرفض ولا أقبل المسألة أيوة. حاجة أنا ما مهيأ عليها ما تدخلوني فيها يا. عارف.